معايا الحاج ربيع من اسوان. اتفضل يا حاج ربيع. ماشي يا حاج ربيع. الو. اتفضل اتفضل يا حاج ربيع. السلام عليكم. ازيك استاذ سامح؟ السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك استاذ سامح. انا بكلمك من السعوديه. بالنسبه عندي مشكله في ري كوبومبو. ايوه انت من السعوديه بس في مشكله في كوبومبو، ايه المشكله؟ قولها لي بسرعه عشان ما نطولش عليك. المشكلة ان انا عندي صرف مغطي في منطقة العطمور المستجد. فري كوبومبو، عندي ارض يعني 5 سنوات من ارض مزرعها قصب وفدانين قصب، ما يجيش بسبب المغطي ان الارض ما بتجيش عن 30 طن 40 طن فدانين. عشان الصرف المغطي مكتوب. عشان الصرف المغطي والقصب بيحب المية فندي له مية وما يصرفش، فمشكلة عندي في الانتاج. تمام؟ والارض طافحه ميه على طول، ورحت ري كوبومبو اكثر من مرتين ثلاثه وسافرت وبعت ابني هناك. ايوه. طب بقول لك ايه؟ نعم. انا عايز استفيد علشان الخط ما يقطعش، عايزك ترجع للاعداد تاني ما تقفلش، تديهم رقم ابنك او رقم حد من اللي موجود في اسوان. مليت لهم الرقم. خدوا حد رقم حد في مصر يعني. اه. طب كويس جدا، احنا هنتابع معاه مشكله الصرف وهنبلغها له. بحيث نحلها سوا، وعايزك تبقى مطمن عشان لما ترجع ان شاء الله تستقر في ارضك وتنتج وتشتغل ان شاء الله. ليك طلب تاني؟ منطقة العطمور المستجد تبع ري كوبومبو. التفاصيل كلها مع الاعداد وانا هنتابعها مع السيد وكيل وزارة الزراعة والري ونبلغك بحلها كمان. بشكرك. الله. بشكرك. يعني النهارده كلامنا كان عن حدث ان شاء الله بعد اكتماله وشعورنا بالمردود اللي هيتم على الاقتصاد المصري وعلى توافر محاصيل زراعيه وعوده انتاجنا للتقاوي اللي احنا نتمنى ان احنا نشوفها متوفره مره اخرى من اراضينا المصريه. زي ما النهارده اتكلمنا مع الدكتور صلاح قال لي دي هتديني انتاجيه اكتر لان هي هتكون في البيئه المصريه المناسبه ليها، انت بتشتغل بمحاصيلك دي هترجعنا للمذاق القديم والجوده. النهارده وانت بتتكلم على تحدي جديد كان سهل قوي ان احنا دايما بنستورد، كان سهل قوي، وكنا بنشوف التقاوي والهجن اللي بتدخل مصر وكلها معتمده وكلها جيده، لكن احنا بنتكلم على فين انتاجنا؟ احنا فين من انتاج التقاوي؟ دي خطوه ودي ميزه من ضمن المميزات للزراعه المحميه. ملف الزراعه المحميه كنا بنتكلم فيه من سنين. والحمد لله كان في شباب بيبتدي يعمل صوبه داخل ارضه الزراعيه ويزود من انتاجه ويزود من دخله. لكن النهارده انت بتتكلم على فكر دوله تنموي توعوي، فكر دوله بتستفيد من مواردها وعلمائها من امكانياتها، فكر دوله بتنهض علشان تثبت للعالم ان هي قويه وعلشان تقدر ان هي تامن اقتصادها الغذائي، الاقتصاد الغذائي هو امن مصر القومي. بتتكلم على توسع في محاصيل هتوفر وترفع من عبء الفاتورة الثقيلة، فاتورة الاستيراد من الخارج. انت بتستورد محاصيل كتير جدا من القمح والذرة، بتستورد تقاوي بمليارات كل سنة. النهاردة احنا بنتكلم ان احنا واقفين على اعتاب مرحلة جديدة، انطلاق لمشاريع فعلا ابتدت تتنفذ على ارض الواقع. ما كان كلام بنقوله بقالنا سنين وكنا بنتابع كميات المياه في الأماكن المختلفة في الصحراء المصرية، آليات التنفيذ، اجتماعات كتيرة جدا ودراسات مستفيضة علشان نوصل لهذه الخطوة الهامة، علشان نوصل ان الحلم يكون حقيقة. النهاردة احنا بنتكلم على احتفال حقيقي للمصريين على أمن غذائي مهم جدا ان احنا نتابعه وبكل دقة، لان ده هيبقى نجاح ظاهر للعالم كله. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعايه